تحقيقا للرؤية الملكية السامية للملك المعظم ودعما من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإعمار بيوت الله، افتتح سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية مسجد عبد الرحمن بن راشد البستكي الكائن في مدينة زايد. وبهذه المناسبة أكد سعادة رئيس مجلس الأوقاف السنية أن افتتاح المساجد هذا العام يأتي تزامنا مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، مؤكدا ما وصلت إليه من رعاية واهتمام ودعم لبيوت الله تعالى وعلى تهيئته السبل وتذليله العقبات لإقامة مثل هذه المشاريع المباركة في جميع محافظات المملكة. وبين الدكتور الهاجري عظم شأن بناء المساجد والقيام عليها ومتابعتها وصيانتها، مؤكدا بأنها تعد من الصدقات الجارية التي يتقرب بها العبد إلى الله، موجها شكره لكل من ساهم في تأسيس هذا المسجد المبارك. تم اليوم بفضل الله تبارك وتعالى افتتاح مسجد عبد الرحمن بن راشد البستقي في مدينة زايد، ويأتي افتتاح هذا المسجد متزامنا مع هذه الأيام المباركة من العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ويأتي تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي أمر بافتتاح عدد من المساجد وصيانتها وتهيئتها للمصلين خلال شهر رمضان المبارك. ويأتي أيضا متزامنا مع هذه النهضة العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين في كافة محافظات البلاد، تواكب هذا التطور والنهضة العمرانية بوجود أهم البنى التحتية وهي بيوت الله تبارك وتعالى. فأسأل مولى سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المشروع وأن يجزل الثواب للمحسن الكريم عبد الرحمن بن راشد البستقي وإخوانه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وحسنات جميع المحسنين ذوي الأيادي البيضاء الذين يدعمون مثل هذه المشاريع المباركة. تشرفنا اليوم بحضور الشيخ راشد الهاجري افتتاح المسجد، مسجد عبد الرحمن راشد البستقي، وهي شرف لنا، والحمد لله نحمد الله أن قدرنا الوالد كان أمنيته أن يسوي مسجد باسمه، والحمد لله الله وفقني في هذه. نشكر الدولة على تجهيز الأمور لنا وتسهيلها